شباب شو هالفوضى ذي؟ نحترم الفقرة. عليكم وعليكم السلام، مساك الله بالخير. طيب نروح للشباب هنا. اهلا وسهلا. معنا اخونا جبر مداري. ما شاء الله عنيف يا اخي، اربع ايام مصر يا اخي. حبيبي والله تعرف المسوق كيفك تعرف جبر وحسن العجمي. ايش سويت الاسبوع هذا؟ عند المسوق. والله الاسبوع هذا اخوينا ما كان موجود الصدق. حلو. سوقت عند العطر. غير كذا طب وش العطر؟ غير كذا طلع طلع. طبعا دقيقة خلوني اتكلم، انا المسوق يا ولد. طيب شو اسم العطر النفسية؟ بيو. معليش اسم العطر حق الاسبوع هذا بيو. طيب طبعا طيب نوه للساده المشاهدين. دقيقه شباب ما حصلت الان مع بدايه فقره الحصاد. اتمنى من التجار يشيكون على المتاجر من بدايه الفقره لنهايتها، بنحسب عدد الطلبات اللي حصلت في الفقره. خالد السهلي، دغش، جبر، محمد فالح، محمد زعيز. ملاحظه شيكوا على المتاجر من الان واحسبوا عدد الطلبات لنهايه الفقره رجاء من الان يا شباب. ملاحظه ملهي. تفضل. طبعا انا طلعت وانا اجيب العطر، اخذت جوال من الاداره عشان اشوف بس. فاللهم لك الحمد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بيور سولد اوت. سولد اوت عطر الاسبوع هذا. سولد اوت. سولد اوت بيور ما شاء الله تبارك الله. اللهم جبر مدايري يعلم بان عطر بيور لهذا الاسبوع سولد اوت. يستاهل كل خير. الله يجعلنا قد الثقه ان شاء الله. والله يعطيكم العافيه. جبر شخص جيد. الله يرحمه. وحسن شخص جيد. العطر سولد اوت. نعم. يعني ما نتكلم عنه، نبينا نشكركم. يمكن نصنع هذه بادرة شكر حبيبي منا لكم. الله يسلمك. لأنكم استنزفتوا طاقتكم في التسويق لهذا الأسبوع وحصدتوا على السولد أوت. اللهم لك. واللي أتوقع أنها سابقة لن تتكرر في البرنامج. اللهم غير كذا أول سولد أوت في البرنامج. أضيف شيء، أن متجر السولز تقريبا الشيء اللي فيه ما هو عند المتاجر الثانية. وشو؟ زي التست، ان الضمان الذهبي اذا ما عجبك العطر تقدر ترجعه. يا سلام. غير كذا التوصيل مجاني، ما ادري اذا كان عنده. نعم نعم. كل غير كذا انا بحب اتكلم ان العطر فيه خصم فوق هذا اللي هو بي دي 1. طبعا يجيك كذا شكل البوكس، اول ما تشتريه يكون فيه عطر لوهان وعطر بيور. الله عليك. وكل عطر يكون معه تست، اذا في عطر منها عجبتك ترجعها وتاخذ العطر اللي معجبك. يعطيكم العافيه. فبيض الله وجهكم. شوف الجبار، نشكرك على الترتيب هذا. طول عمرك. ما ادري نطول بلهي بس ملاحظه داخله بسيطه. طبعا انا اول ما دشنت البراند كان عندي لا زال عندي ضمان الذهبي. الضمان الذهبي اذا ما عجبك العطر ترجعه. حلو. فاللهم لك الحمد. توفيق الله سبحانه وتعالى. يعلم الله من يوم فتحت البراند لا يومكم هذا انه ولا عطر استرجع عندي. ما شاء الله تبارك الله. من يوم بدينا البراند اللهم لك الحمد. هذا ان شاء الله ده العسل صراحه. نثق في جوده جبر والثبات عنده. شباب يعطيكم العافيه. نثق في الجوده والثبات. احنا كشباب في القريه نشوف شغل جبار، لا من جبر الله يطول عمرك ولا من باقي الشباب. الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله تبارك الله. راحه فريده، تحس قاعد احس اني طاير. يا الله بين الغيوم. يعطيك العافيه. شكرا لك. جبر طبعا راح لمصر بعذر